مساء الخير، شكر للإعلام اللي عم بيغطينا اليوم وتحية للمواطنين اللي عم بيسمعونا. بدي أتطرق اليوم بكلمتي لثلاث مواضيع: أولا غزة والحرب بالجنوب، ثانيا السلوك الحكومي وتأثيره على الشراكة الوطنية، وثالثا ملف انتخابات الرئيس. أنا بعرف أولا أنه الهم الأكبر اليوم هو الحرب اللي دايرة بغزة وبجنوب لبنان، وخطر أنها تتوسع لتتحول وتصير حرب إسرائيلية شاملة على كل لبنان. ونحن هون موقفنا بديهي بوقوفنا لجانب الفلسطينيين وحقهم بدولتهم، والتنديد بالعنف الإسرائيلي يلي عم بيتمارس على المدنيين إن كان بغزة أو بالجنوب. وموقفنا بديهي بأننا نوقف مع كل لبناني، وتحديدا هون مع المقاومة، لحماية لبنان بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا أساس وثيقة التفاهم يلي انعملت بال2006، وكان إنجاز وقتها اعتبرنا أن حققناه. الدفاع عن لبنان مش أكتر من هيك. نفهم تماما الخوف من أنه يجي دور لبنان بعد غزة، بس تخلص إسرائيل من غزة تستدير باتجاه لبنان وتبلش حربها على حزب الله. ومنقدر كتير منيح معادلة الردع ونتائجها المنيحة، هالمعادلة يلي ثبتها حزب الله ويلي انبسع عنا قواعد الاشتباك، وهي وحدها هالمعادلة هي يلي منعت إسرائيل لحد اليوم من الاعتداء الكبير على لبنان. كمان نثني على الجرأة والحكمة سوا اتنيناتهم بمواقف السيد حسن نصر الله، ويلي أظهروا الحرص على لبنان ويلي بيأدوا إلى حمايته من دون خسارة المكتسبات استراتيجية يلي تحققت عبر السنين. كمان نحن تلقينا بإيجابية الكلام الأخير للسيد حسن، ومنصدق أنه هو ما عم يسعى لتحويل أي ربح بالخارج إلا ربح بالداخل وتغيير موازين الداخل ومعادلاته. كذلك الأمر موقفه المفهوم من أنه ما في عملية ترسيم الحدود، لأن الحدود مرسمة، كل ما في الأمر هو استرداد أرض مسلوبة، وكمان أنه ما بيجوز أساساً يصير أي ترسيم بغياب رئيس الجمهورية. كذلك الأمر كلامه الإيجابي والبديهي الطبيعي عن عدم ربط الرئاسة بأي تطور خارجي، وتحديداً بالحرب الدائرة بغزة وبجنوب. هيدا كله ممتاز لحديت هلأ، ولكن ما عاد كافي، لأنه بحاجة لترجمة عملية، وهلأ منقول كيف. بالمقابل، مقابل هالشي معروف كمان موقفنا أنه نحن مع الدفاع عن لبنان، ومنا مع تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، هذه مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم. ونحن منا مع وحدة الساحات، يعني ربط لبنان بجبهات أخرى، وتحديدا هلأ ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزة، مع فهمنا لدوافع هيدا الشيء هلأ، بس هيدا فيه يمتد يصير بكرة مرتبطين نحن بالحرب باليمن، وهيدا الشيء منه لمصلحة لبنان. ونحن منا مع استعمال لبنان منصة هجمات على فلسطين المحتلة، لأنه مش بإمكان لبنان، مش بإمكان، يعني ما عنا إمكانية وطنية ولبنانية بأنه يدفع لبنان لوحده عن كل العرب ثمن استحصال الفلسطينيين على حقوقهم، وانه لبنان عليه هذا موقفنا انه يدعم يلي بيريدوه الفلسطينيين هن، مش هو يقوم بهالشي عنهم نيابة عنهم او يحل محلهم. وطبعا بالنهاية نحن مع الوصول لسلام عادل وشامل حسب مبادرة بيروت للسلام، وهذا الموضوع بدي ضل كرره لانه ما بينفع ترهيبنا منه، هذا موقف انساني مبدئي مع تأكيدنا أنه لا سلام ممكن بظل منطق القوة المفرطة يلي عم تستعملها إسرائيل بدل منطق الحقوق. وعلى كل حال هذا المنطق انقلب عليها بحصول أعدائها على عناصر قوة عدلت بالموازين. باختصار بموضوع الحرب، نحن ما منريد أن لبنان يتاخد إلى الحرب إذا كان القرار بيد لبنان أو بلد المقاومة فيه، من دون ما يعني هيدا الشيء استسلام لإسرائيل أو خوف من الحرب إذا فرضت علينا من إسرائيل. وهون في خط رفيع بين الحرب
ولا حرب، ومسؤولية مين عم يمشي على هالخط ويقرر إذا بتوقع الحرب أو ما بتوقع، لأنه هو ساعتها رح يتحمل لوحده مسؤولية هذا الشيء بحال وقعت الحرب. ولازم يعرف أنه الناس ونحن على راسهم رح نكون معه أو ضده بحسب صوابية قراره أو موقفه. هذا بالنسبة لموضوع غزة. بالنسبة للموضوع الداخلي، هون في أمر آخر أساسي بيتحمل مسؤوليته وهو وحدة لبنان، ولسببين. أولا، السبب الأول هو انقسام اللبنانيين حيال الحرب وكيف ممكن يكون إدائهم خلال وقوع الحرب إذا وقعت، وهون الانقسام واضح أنه كبير. والسبب الثاني هو انقسام البلد على الملف الداخلي إلى درجة الخطر على الوحدة الداخلية. والبرهان على هالشيء أنه اليوم أنا بدل ما أكون عم بحكي بس ونحكي كلنا كلبنانيين بحديث واحد هو حماية البلد من خطر المخطط الإسرائيلي وكيفية المواجهة الوطنية الشاملة لإله الجامعة الموقف الواحد، اليوم صرنا ملاقيين بظل الحرب الواقعة علينا أنه لازم نحمي حالنا ووجودنا من خطر الممارسات السياسية لشركائنا بالوطن ويلي صارت عم بتهدد وجودنا ووجود الدولة ووحدة الوطن. الخطر اليوم متمثل بعملية إقصاء ممنهجة للمسيحيين وبالتدرج عن الحكم وعن الدولة إدارة واقتصادا، بدءا من اختيار رئيس نيابة عنهم أو منعهم من انتخاب رئيس، وصولا لانتهاك الدستور والمساء وضرب الشراكة بالحكومة والمجلس النيابي. الحقيقة أنه نبهنا كتير ومن سنة ونص من المسار الانحرافي والانحداري لحكومة تصريف الأعمال ومن التسلط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، ولكن ما فرق معهم والاستفزاز مستمر وواضح أنه ما له حدود. حكومة تصريف أعمال من دون كتير شرح بغياب رئيس تتصرف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأنه الرئيس موجود، تعمل جلسات عادية وبنود عادية ومراسيم عادية من دون كل الوزراء، وبترد قوانين. اليوم إشارة منيحة من المجلس أنه رفض هالشيء بس مش كافي، ووصلت مع الأمور لحد أنها تقوم بتعيين موظف فئة أولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهون تخطوا كل الخطوط الحمر. اتخاذ هيك قرار هو ببساطة ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت من قبلنا عنه هو ضرب للوحدة الوطنية، مشان هيك ما رح نسكت. والموضوع مش أقل من هيك بنظرنا، بكل بساطة معادلة سهلة، من دون شراكة وطنية ما بتبقى الوحدة الوطنية، ومن دون الوحدة ما بيبقى لبنان. يعني باختصار، من دون شراكة ما في لبنان. القيمين على الحكومة عم بيحكموا عادي من دون رئيس جمهورية ومن دون المكون المسيحي، وهيك عم بيقولوا لنا نحن بنقدر نحكم سنين بلاكن وبلا الرئيس، وإذا مش عجبكن قبلوا بالرئيس يلي اخترنا لكم نحن إياه. يعني ما فرقة معهم لا نحن ولا الرئيس ولا الشراكة ولا الوحدة. غلطانين كتير بيكونوا إذا مفكرين إنه بيمشي معنا هيك أسلوب نحن ومنسكت أو منصرخ وما بيطلع منا شيء وبيكملوا، وبالحالتين بيعتبروا إنه منتعود. غلطانين. نحن مستعدين نعمل كل شيء، كل شيء يعني كل شيء، لما وجودنا ودورنا وكرامتنا بصيروا مهددين، نعمل سياسيا ونيابيا وإعلاميا وقضائيا وشعبيا ونظاميا وكل شيء. وبتغلطوا إذا بتفكروا أنكم بتكرسوا هيك أمر واقع ونحن منتفرج عليه وبس منصرخ وبس منحكي وبس منعيط. هلأ رح نبلش قضائيا، وإذا ما مش الحال ننتقل لشي تاني. كل نقلة أو درجة رح تخدنا لمكان أخطر بيزيد الانقسام الداخلي وبيهدد جديا الوحدة الوطنية، والله يستر لوين منوصل بهيك إداء
وتصرف من شركائنا بالوطن. منبلش قضائيا ومنتقدم اولا بعريضه نيابيه قدام المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق مين خالف الدستور. هلا بغض النظر اذا بنوصل لنتيجه بهالمجلس او بالمجلس النيابي، نحن بحاجه ل 26 نائب على الاقل، وهيك بنشوف اللبنانيين بيشوفوا مين بيوقع معنا او نحن بنوقع معه، ما في فرق، بس ليعرفوا اللبنانيين من نوابهم مين رافض ومين قابل بالغاء الشراكه، لانه وصلنا لمحل انه بيطلع قرار بلا وزير بالاقتراح وبالتوقيع، هيدي يعني ما بقى شيء من الدوله ولا من الدستور. كمان عندنا باب تاني هو نقدم طعن بشورى الدوله، بس هون ما في ما يكون في نتيجه، لانه اذا بشورى الدوله ما بيوقف قرار او مرسوم ماخوذ من دون الوزير يعني ما في شورى دوله، ولا شو شورى الدوله؟ ونحن ما رح نسكت لا على رئيس شورى ولا على قضاته. هلا شو طالع معهم الشباب بالحكومه؟ عم بيفكروا ما يصدروا المرسوم بالرغم من انه قرارهم بالحكومه بيحكي عن وجوب اصدار مرسوم من مجلس وزراء. ليه ما بدهم يصدروا؟ لانه بيعرفوا انه ما بيصدر مرسوم بلا الوزير، هيك بتلافوا الطعن. وشو عم يعملوا بموازاه هالشيء؟ المعين عم بيمارس مهامه من دون مرسوم، وهيدا ابشع، وهيدا بخلينا نطعن اكثر، لانه هيدا الشيء اسقاط للماده 54 من الدستور. يعني تقلكم شو معناته، يعني بيصير مجلس الوزراء بياخذ قرار بحطوه موضع التنفيذ من دون مرسوم. يعني من دون مرسوم يعني شو؟ يعني من دون توقيع لا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا وزير. طب شو بيبقى ساعتها من الدوله؟ شو بيبقى؟ انتبهوا، هيدا الاصرار على السير بهيك قرارات وهيك سلوك هو نهايه وحده لبنان، ونحن رح نتعامل معه على هيدا الاساس، انه شريكنا بالوطن عم بيقلنا بدي انفصل عنكم، هيدا مش اقل من هيك. ومثل ما نحن عملنا بعدم السكوت وبالمحاسبه رح نعمل، مثل ما عم نحاسب ورح نحاسب بعمليه السطو من قبل رياض سلامه والمنظومه على ودايع الناس بالمصارف، هيك رح نعمل. الدراسه الاخيره اللي طلعت عن دكتور توفيق كاسبار من الجامعه الامريكيه شرحت تقرير الفاريز وحول التدقيق الجنائي، واظهرت انه تكلفه الهندسات الماليه كانت 60 مليار دولار، 60 ونص، يعني 60 مليار و500 مليون دولار كلفه الهندسات الماليه، معروفين مين استفادوا منها، المصارف والاشخاص، وهيدي حقائق ما فيهم يخفوها، ولا نحن فينا نسكت عنها ولا عن ولا فينا نسكت على ان اي قرار مسيس لمجلس الشورى. واذا حدا مفكر انه بيحرجنا كل يوم باجراء، كل يوم بنسمع كيف فايتين على اداره معينه، نهش وقضم وتعدي. اذا حدا مفكر انه بهيدي الوسيله بيحرجنا بالسياسه بالاداره باعمال اقتصاديه عم نشوفها، غلطان، لانه نحن ما رح نستسلم وما رح ندخل بهيدي المنظومه، واكيد ما رح نهاجر البلد. نحن حنقاوم هذا الشيء، رح نبقى هون ورح نبقى هون وخارج المنظومه، ونضل بمواجهتها، ومعركتنا حتبقى معركه تثبيت الوجود والحقوق. والشراكه تتمثل اول شيء برئاسه الجمهوريه، وبعدين بالحكومه اللي لازم تكون حكومه اصلاحيه. والرئاسه ما رح نتخلى عنها ولا عن صلاحياتها ولا عن دور القيادة الأول بالدولة وبالوطن، وما حدا يهددنا أو يخوفنا أو ينصحنا من خسارتها للرئاسة. الرئاسة ما لح نخسرها، لأنه ساعتها نكون عم نخسر كل لبنان. بمقابل هالشي بدي أجي على الموضوع الثالث يلي هو الرئاسة، وهون قد ما حكينا بمسؤوليتنا أن نزيد بمواجهة السلوك الحكومي الحاصل والنيابة كمان، هون بدنا نحكي عن مسؤوليتنا بزيادة الإيجابية بالملف الرئاسي. حنزيد الإيجابية والحركية كمان، التحرك، حتى نوصل لتفاهم بانتخاب الرئيس، لأنه شايفين
انه ما في حل غير هيك عبر التفاهم. من جهتنا نحن ما رح نقبل حدا يفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا ومن غير خياراتنا، خياراتنا يلي عملوها الناس يلي منمثلهم. شو ما زادت الاغراءات او الضغوطات هيدا موقفنا ما رح يتغير. اما من جهة فريقي الممانعة والمعارضة، ما حدا قادر منهم يفرض رئيس على الطرف الثاني. لهيك ما في الا الحوار للتفاهم على اسم بيساهم واحد ببناء الدولة واثنين بحماية لبنان. هو الشغلتين المطلوبين بيقدر يأمنهم تفاهم على شخص واحد بيحقق هالغرضين. ونحن رح نكون مبادرين متشاورين بشيء بيؤدي الى التوافق والتفاهم على برنامج، على مواصفات وعلى الاسم، واعطاء مهلة محددة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة مش متتالية، جلسات مفتوحة للمجلس النيابي بحال عدم التوافق تيصير الانتخاب ديمقراطي بالشكل اللازم. طبعا هون بدي اقول انه هيدا حقنا وحق كل مين بيرغب بالمشاركة بهيك تشاور انه يكون عنده اسئلة واجوبة عن شكل التشاور، عن برنامجه، وانه نتفق عليها لحتى هيدا التشاور يكون مجدي ويوصل لنتيجة ايجابية، نتيجة إيجابية بانتخاب الرئيس أولا، واثنين وهون الأهم بتأمين فرص النجاح لولايته. مش نجيب رئيس على الفشل. الخارج لازم نقتنع أنه مش قادر يفرض علينا، بيقدر يساعدنا إذا حب. والتسوية بعد الحرب إذا حصلت، ومين ما كان ربحان ومين ما كان خسران، التسوية ما لح تقدر تفرض معادلات داخلية جديدة علينا إلا انه نحن منتفق بين بعضنا على شو منريد. كمان الخماسية ما بتحل محلنا، وحرام نضلنا ناطرينه. فينا نساعدها تهي تساعدنا، نساعدها بان نعمل ورشة اصلاح تترافق مع اعادة تكوين السلطة، وهيك هي فيها تساعدنا اذا بتحب تساعد لبنان. انا ما لح ادخل اكتر بتفاصيل التشاور، ولكن نحن هلأ بحركة تواصل مع معظم الافريقاء لنحاول نوصل إلى أواسم مشتركة بموضوع التشاور ونتائجه. وأنا هون بحب حيي ورد إيجاباً على نداء النواب التسعة يلي طلع من المجلس مبارح بضرورة تلاقينا سوياً ومع الكل للوصول إلى الحل. حركتنا بلشت عن جديد، هي غير معلنة حتى الآن، ولكن رح نحكي عنها لاحقاً سلباً أو إيجاباً حسب النتائج. وما رح نفرط بأي فرصة إيجابية، ولح نبدأ كل تعاون وانفتاح، ولح نلقي الحجة اللي عم يرميها علينا، لأن بالمقابل ما رح نقبل بأنه الفراغ يطول، وما رح نقبل بأنه الحكومة والمجلس يتمادوا أكثر بسلب الحقوق. بختم لأقول أنه في إيجابية مطلقة من قبلنا للتفاهم على رئيس، وبالمقابل فيكم تسموها في سلبية مطلقة برفض ومواجهة ضرب الشراكة والمساء. شراكتنا ودورنا ووجودنا ما لح نساوم عليهم بمقابل أي منفعة أو سلطة. هيدي حقوق لناسنا وما لح نتنازل عنها. وشكراً ويعطيكم ألف عافية.